بسم الله الرحمن الرحيم، أهلا وسهلا بكم معنا في أكاديمية إيتا. النهاردة إن شاء الله عايزين نتكلم عن برنامج سيسكو نتوركينج أكاديمي أو أكاديمية سيسكو للشبكات. عبارة عن إيه البرنامج دوت، إيه المميزات بتاعته، بعض التفاصيل عن البرنامج بيشتغل إزاي إن شاء الله. اولا البرنامج بتاع سيسكو نتوركينج اكاديمي لازم نفهم كويس جدا ان هو منفصل تماما عن شركة سيسكو نفسها. شركة سيسكو ده بيزنس كبير جدا طبعا، وحاجة في النهاية هادفة للربح، لكن هي عملت برنامج السيسكو نتوركينج اكاديمي او اكاديمية سيسكو للشبكات في الحقيقة كجزء من مسؤولياتها نحو المجتمع، وبالتالي البرنامج دوت غير هادف للربح. البرنامج دوت في الأساس برنامج تعليمي متاح للهيئات الحكومية، للمدارس، للجامعات، وفقط يمكن للجمعيات الأهلية، لأن كل المؤسسات دي بتبقى في النهاية مؤسسات خدمية للجمهور أو مؤسسات برضو غير هادفة للربح، هدفها في الآخر تعليمي. البرنامج اتعمل بطريقة مهمة جدا في الحياة، ان احنا نفرقها عن اي طريقة تدريبية اخرى حتى من شركة سيسكو نفسها، لان سيسكو عندها طبعا البرنامج ضخم جدا اللي هو سيسكو ليرنينج او تعليم سيسكو، وده في شركات بتبقى منضمة ليه بيبقى اسمهم سيسكو ليرنينج بارتنرز او شركاء سيسكو التعليميين. دول موجودين طبعا في كل انحاء العالم، في الدول العربية واكيد في مصر، لكن دي بتبقى شركات هادفة للربح وبتقدم برامج عبارة عن كورسز بتغطي كل المناهج التعليمية الخاصة بشركة سيسكو. في الحقيقة لا، برنامج الأكاديمي عندنا مختلف شوية. هو الهدف بتاعه ان هو يبقى جزء يمكن من برنامج تدريبي كبير في جامعة او جزء بعد الجامعة للخريجين الجدد او الطلبة اللي يمكن في تخصص تاني غير تخصص عالم الكمبيوتر. والبرنامج الهدف بتاعه ان هو يدرس بطريقة أكاديمية، دراسة فيه بتبقى محددة بطريقة بحيث ان انت تتخرج منه تبقى فعلا مهندس شبكات. يعني اهم حاجه سيسكو عاملاها في البروجرام دوت ان هي بنياه بطريقه ان هي تاهل مهندس شبكات صح، لان هي لقت ان البرنامج التدريبي العادي يمكن مش موجه للناس اللي هي ما تعرفش لسه او لسه بتبتدي من البدايه خالص. البرنامج منتشر في الحقيقه من سنه 97 حتى الان، يعني بقاله دلوقتي كام سنة كده، 18 سنة تقريبا أو 17 سنة. البرنامج منتشر في أكتر من 160 دولة، في أكتر من 11,000 أكاديمي زي ما انتم شايفين أرقام قدامكم، في أكتر من 2 مليون طالب في الأكاديميات دي حول العالم، أكتر من 35,000 انستراكتور أو مدرس أو مدرب. في أي لحظة بيبقى في حوالي 30,000 كلاس شغالين في خلال أي وقت في أي يوم، عدد ضخم جدا طبعا من الكلاسز. في 25 اكتر من 25,000 امتحان بيتاخدوا اونلاين جوه البرنامج بتاع الاكاديمي، واكتر من 500 طالب بيخشوا يعتبروا طلبه جدد في البرنامج كل 24 ساعه. اذا هو برنامج ضخم جدا 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 ومتواجد في جميع انحاء العالم تقريبا. بعض السكسس ماتريكس او اللي هي علامات النجاح اللي البروجرام بيقيسها من الطلبه بتوعه في الحقيقه، هنا بيقول لك اول حاجه في 91% من الطلبه بيقولوا ان برنامج النتوركينج اكاديمي علمهم مهارات، بيستخدموا المهارات ديت on a daily basis او يوميا. اذا المهارات اللي انت بتتعلمها في البرنامج دوت بتبقى مفيده جدا ليك في حياتك اليوميه في شغلك. 71% من الطلبة بيقولوا ان هم بعد ما خلصوا البرنامج دوت دوروا على تعليم اكتر في عالم الاي تي، لان طبعا البرنامج بيبقى نقطة بداية او نقطة انطلاق لان انت تكمل بعد كده في عالم الاي تي، سواء في الحياة خاص بسيسكو او حتى بتخصصات اخرى او بشركات اخرى. 78% من الطلبة بيقولوا ان برنامج الاكاديمي ساعدهم ان هم يعملوا كونتاكتس او يتعرفوا على ناس في عالم الاي تي، سواء طبعا زمايلهم، سواء شركات او بيزنسز او اكاديميات او هيئات دراسيه. الموضوع ده مهم جدا جدا، لان في الحقيقه في احصائيات كتيره جدا اكتر من يعني 60 ل 70% من الوظائف في عالم الاي تي بتيجي عن طريق المعارف او الشبكه شبكه المعارف اللي حضرتك تعرفه.
آخر حاجة 50% من الطلبة بيقولوا إن هم قدروا يحصلوا على وظيفة جديدة في عالم الاي تي بعد ما خلصوا البرنامج دوت، وطبعا دي نسبة كبيرة جدا جدا. متفكرش إن 50% ده رقم قليل، فكر في أي كلية أو موجودة في مصر لو تقدر تدعي أو تقول إن 50% من الطلبة بتوعها أول ما بيخلصوا البرنامج بيلاقوا وظيفة، بتبقى تعتبر نسبة عالية جدا جدا في الحقيقة. ادي توزيع للطلبة زي ما انت شايفين، احنا هنا موجود في كل دول العالم، فالحقيقة هتلاقي يعني في كل القارات عندنا زي ما قلنا في الدول العربية هتلاقي المنطقة مغطاة بالكامل، وفي نسبة نمو كبيرة كمان في عدد الطلبة وكمية الناس اللي بتدرس. البرنامج مقام على 3 أعمدة أساسية، ودي يمكن أهم نقطة نحاول نفهمها من البرنامج. أول حاجة الكوريكولم أو المنهج، والمنهج دوت سيسكو صممته على اساس ان هو يكون في الحقيقه افضل واحد من افضل المناهج التدريبيه في العالم في اي تخصص. يعني البرنامج ده فاز بجوائز كتيره جدا جدا لانه تم تصميمه من عن طريق ناس خبراء في الموضوع طبعا اللي بيتم تدريسه ده اكيد، اللي هو موضوع شبكات الكمبيوتر، لكن كمان خبراء في العمليه التعليميه وافضل وسيله لتوصيل المعلومه الى الطالب وعرض المعلومات والشرح بطريقه مشوقه جدا وبطريقه تجذب انتباه الطالب وتوصله المعلومة بأفضل شيء ممكن. إذا المنهج في الحقيقة دوت هو العماد الرئيسي بتاع البرنامج عندنا، ومش موجود في أي حتة تانية غير فقط في أكاديمية سيسكو للشبكات. إن شاء الله لو حد فيكم مستمعين الفيديو انضم في يوم من الأيام للبروجرام هتشوف بنفسك إزاي المنهج مصمم بطريقة في الحقيقة يعني من أفضل الطرق التدريسية في العالم. تاني نقطة في البرنامج لازم نفهمها الاسسمنت، وده العماد الرئيسي التاني بالنسبة لنا. الاسسمنت او الامتحانات او الاختبارات حاجة اساسية في البروجرام. يعني لو حضرتك بتاخد كورس عادي مش تبع اكاديمية سيسكو للشبكات ومثلا في الشهادة بتاعة السي سي ان اي راوتنج اند سويتشنج، وده الكورس الرئيسي عندنا، لو بتاخده في مكان عادي بيبقى مثلا 80 ساعة في أي مركز تدريبي سواء سيسكو بارتنر يعني شريك لسيسكو أو مركز تدريبي عادي، في نهاية الكورس بتاخد شهادة حضور. كل المطلوب منك إنك تيجي بتحضر الكورس بتقعد في مكانك بتسمع الانستراكتور بتاعك، وفي النهاية طبعا ممكن يبقى في بعض الشغل العملي حسب المكان، لكن دوت التلخيص بتاع أي كورس بتاخده زي أي كورس في الحقيقة بتاخده في أي مادة علمية. لا، البرنامج بتاع الأكاديمي عندنا مختلف تماما يا جماعة. البرنامج طبعا متقسم لمجموعة من الكلاسز، كل كلاس بيبقى متقسم بمجموعة من الشابترز، والشابترز أو الفصول ديت كل شابتر بيبقى له الامتحان بتاعه. الامتحان دوت بيبقى وسيلة تقييمية لأن أنت تدرك تعرف هل أنت قدرت فعلا تفهم الشابتر دوت من الانستراكتور بتاعك أو تقدر تطبق كل اللي موجود فيه. الامتحان بيغطي الشابتر دوت بطريقة تفصيلية وبطريقة في الحقيقة تقدر توضح لك انت قبل اي حد تاني نقاط قوتك ونقاط ضعفك على الاقل في الشابتر دوت. مش بس كده، الامتحانات دي مصممة بطريقة برضو زي المنهج عندنا، مصممة بطريقة ان هي تساعدك على انك تفهم وتساعدك انك تعرف زي ما قلت نقاط القوة ونقاط الضعف بتاعتك. يعني مش مجرد امتحان زي ما احنا متعودين مثلا امتحان تجيب فيه درجة عالية وبس هو ده المطلوب منك، لا بالعكس. الامتحان يمكن هتشوف ان انت اول مرة ممكن تخش امتحان شابتر معين تجيب درجة قليلة، تجيب مثلا 50% أو 40%، ده شيء طبيعي تماما، بل ده الطبيعي والمتوقع. واللي بتقدر تاخد الامتحان أكتر من مرة تقدر بعد ما بتخلص الامتحان وتجيب الدرجة ديت بيطلع لك تقرير كامل بنقاط الضعف بتاعتك زي ما قلت، يطلع لك تقرير كامل بالأسئلة اللي أنت جاوبتها غلط والإجابة الصح بتاعتها وليه هي دي الإجابة الصح. دي نقطة مهمة جدا، لأن مش الهدف إن أنت تجيب 100% في الامتحان دوت، لا، الهدف إن أنت تفهم، الهدف إن أنت تأسس نفسك صح وتعرف فعلا الحاجة ديت قلبا وقالبا زي ما بنقول. إذا عندنا الامتحانات جزء مهم جدا جدا من البرنامج، في امتحان في آخر كل كلاس ده بنسميه الامتحان الفاينل، ده لازم تعمله باس أو تجتازه في الحقيقة عشان خاطر تقدر تنجح في الكلاس دوت وتنتقل للكلاس اللي بعده. هيبقى فيه تفصيل أكتر عن الموضوع دوت إن شاء الله في الفيديو الخاص بكورس سي سي إن إيه راوتنج أند سويتشنج. تالت نقطة أو عماد رئيسي عندنا بالنسبة لنا الانستراكشن أو التدريب. طبعا البروجرام ده كله والمنهج دوت موجود بحيث ان هو يدرس بطريقة مختلفة شوية، بمعنى ان انا
الانستراكتور ممكن يبقى موجود معاك في نفس الكلاس، الانستراكتور ممكن يبقى موجود عن بعد، لان المنهج بالكامل موجود عندنا اونلاين او على الانترنت، وبالتالي انا ممكن كانستراكتور اكون معاك في نفس الكلاس وقاعدين مع بعض فيس تو فيس، او ممكن تكون الكلاس دوت بيدرس اونلاين عن بعد، سواء بمقابلات كل فترة معينة او بالتعامل الشات او الفيديو او صوت وصورة، حسب الحقيقة الاوبشنز كلها متاحة بالنسبة لكل اكاديمية، بيختلف النظام بالنسبة لها، لكن اكيد بقى في انستراكتورز، والانستراكتورز دول بيبقوا كلهم معتمدين من سيسكو، بيبقوا حاصلين على الشهادات اللي هم بيدرسوها، واكيد يمكن يعني عندهم خبرة عملية في مجال موضوع هندسة الشبكات. والأهم من كده كمان إن هم لازم ياخدوا اعتماد من سيسكو كمدرس أو كمدرب في الأكاديمي، وده مش حاجة بسيطة، بيبقى في عمليات اختبارية وقصة كبيرة جدا عشان تقدر تبقى انستراكتور أو مدرس معتمد من أكاديمية سيسكو. إذن دول الثلاث نقاط الأساسية اللي بيعتمد عليهم بروجرام، واللي بيخليهم يتميزوا عن أي برنامج آخر لتعليم كورسات سيسكو. لو بصينا على الليرنينج اكسبيرينس بتاعتنا، أو يعني إيه النقاط الرئيسية في التعليم بتاعنا، هبص على بعض المميزات بتاعت البروجرام. اول حاجه اونلاين كريكولم اند ان بيرسون انستراكشن، بمعنى ان انا زي ما قلنا المنهج بتاعنا موجود كله بالكامل اونلاين، لكن في نفس الوقت الانستراكتور موجود وبيقدر يشرح لك المنهج دوت بالكامل. المنهج اللي بيبقى موجود اونلاين بيديك مميزات كتيره جدا، بيقدر حضرتك تاكسس المنهج دوت من اي مكان، كل اللي محتاجه جهاز كمبيوتر، وطبعا دلوقتي في الاجهزه الحديثه ممكن تابلت او حتى موبايل، تقدر تخش على المنهج اونلاين من اي مكان. لو حصل تحديث في المنهج او حصل مثلا اكتشاف خطأ في احد في كلام معين او جزء معين من المنهج، سهل جدا تصليحه او تحديثه، مفيش النظام اللي هو كتاب وكتاب ثابت وبيصدر وبعدين ما بيتغيرش غير كل كام سنة لما بينزل اصدار جديد زي ما احنا متعودين في النظام التدريسي العادي، لا المنهج بتاعنا كله بالكامل اونلاين. تاني نقطة innovative online assessments أو امتحانات مبتكرة، أو في الحقيقة زي ما قلنا الامتحانات عماد رئيسي أو نقطة رئيسية عندنا في المنهج بتاعنا، وأحد المميزات الرئيسية اللي زي ما قلنا الهدف بتاعها هدف تعليمي، مش هدف بس اللي هو تقديري إنك تعرف تجيب درجة معينة. وبذلك عشان كده البروجرام عندنا في الحقيقة مفيش فيه التقديرات، يعني مفيش حاجة اسمها مقبول وجيد وجيد جدا وامتياز أو التقديرات المعروفة في الكليات عندنا، لا انت يا بتنجح في البروجرام يا لا سمح الله ما بتنجحش، لأن زي ما قلنا الهدف بتاعنا ان احنا نأسس مهندس شبكات حقيقي. تالت نقطة simulation based learning، طبعا موضوع simulation أو المحاكاة ده موضوع مهم جدا جدا، وإن شاء الله هنعمل فيديو خاص مخصوص عن البرنامج اللي احنا بنستخدمه في المحاكاة، برنامج اسمه سيسكو باكيت تريسر، والبرنامج دوت أداة تعليمية خطيرة جدا جدا جدا، متاحة لطلبة ومدرسي الأكاديمي عشان حضرتك تقدر تتدرب وتشتغل عملي على الأجهزة بتاعة الشبكات اللي احنا بندرسها، لان الاجهزه ديت رغم انها متاحه ليك في لو انت بتدرس في الاكاديمي نفسها، لكن مش متاحه ليك في البيت مثلا لما تروح، وبالتالي هتذاكر ازاي؟ وطبعا لو انت بتدرس اونلاين او عن بعد اكيد برضو الاجهزه ديت مش متاحه او مش سهل ان هي تبقى متاحه قدامك تتدرب عليها. عشان كده سيسكو عملت لنا سوفت وير مخصوص للمحاكاه اقدر اتدرب عليه بالظبط كاني بتدرب على الاجهزه الحقيقيه، ودي ميزه كبيره جدا جدا جدا، وهنشوف ان هو مش مجرد برنامج بنستخدمه عشان نحاكي شبكه، لا في الحقيقه هو برنامج تعليمي 100%، واحد من افضل البرامج في الحياه اللي انا اتعاملت معاها في حياتي شخصيا، وان شاء الله برضو لو قدر لك انك تبقى جزء معانا من الاكاديمي او تنضم للبروجرام هتشوف بنفسك ازاي البرنامج دوت بنستخدمه عشان نتعلم. رابع نقطة ال 21st century skills أو مهارات القرن ال21، وفي الحقيقة لما بنتكلم هنا على المهارات اللي احنا محتاجينها النهاردة كجزء من الوظيفة بعيدا عن الجزء التكنيكال أو اللي هو التقني اللي هو موضوع هندسة الشبكات، بنحتاج حاجات تانية زي مثلا بعض الأمثلة يعني التيم وورك أو العمل الجماعي، الكريتيكال ثينكينج أو التفكير النقدي، الترابل شوتينج كيفية حل المشاكل، حاجات كتيرة جدا بتبقى موجودة والحقيقة يعني جزء من المنهج عندنا، يمكن انت مش هتحس بيها لكن هي احنا بنحاول نحط المهارات دي كجزء عندنا من المنهج اساسي في وسط المنهج من غير محاضرات مخصصة خاصة له، لكن محطوطة في المنهج الاساسي بتاعنا.
النقطة اللي بعد كده highly interactive e-doing activities videos games and quizzes. زي ما قلنا احنا بنحاول نخلي المنهج بتاعنا fun، وبالتالي هتلاقي فيه activities بتعملها وانت بتتعلم، نشاطات معينة ظريفة جدا بعد ما تتعلم الحاجة على طول او نشرحها هتلاقي تقدر تعمل activity دي عشان تثبت المعلومة في دماغك. في videos تقدر تتفرج عليها على اليوتيوب عشان توصل لك معلومة معينة او تفرجك على حاجة. عندنا games، في الحقيقة سيسكو عاملة اكتر من game او لعبة على اساس التعليم عن طريق الجيمز دوت، اثبت فايدة كبيرة جدا، الناس بتحب التحدي بتاع انك تتعلم حاجة وفي نفس الوقت بتلعب لعبة. واخيرا كويزز اللي هي عبارة طبعا عن اسئلة صغيرة بتختلف عن الاسسمنت او الامتحانات الرئيسية بتاعتنا، اسئلة بسيطة صغيرة موجودة برضو في الشابترز عندنا عشان تختبر المعرفة بتاعتك ولو بطريقة يعني مبسطة شوية. بعد كده النقطة اللي بعد كده hands on labs with real equipment. لو ان شاء الله حضرتك بتحضر الكلاس دوت in person مش اونلاين، بيبقى في جزء من الكلاس بتشتغل بيه بايديك على الاجهزة بتاعت سيسكو الحقيقية بتاعتنا ومعمل مخصوص في راوترز وسويتشز سيسكو. طبعا ده المعمل اللي سيسكو نفسها بتنصح ان انت تتدرب عليه وتنفذ عليه مجموعة من اللابز او المعامل او التدريبات اللي هي بتأهلك ان انت تخش سوق العمل وانت واثق تماما في قدرتك على التعامل مع الاجهزة دي. اخيرا وليس اخيرا لان دي اهم نقطه في الحياه في البروجرام، balance of theory and practical application of skills. يعني عايزين نعمل توازن في المنهج بتاعنا، مهم جدا، ما بين الجزء النظري والجزء العملي للمهارات بتاعتنا. يعني المنهج بتاع سي سي ان اي زي ما قلنا ممكن بيدرس في بعض الاماكن من 60 ل 80 ساعه مثلا، هتلاقي عندنا المنهج بياخد وقت اكتر من كده بكتير، بيختلف في الحياه الوقت قد ايه، لكن اكيد اكتر من 60 ل 80 ساعه، ممكن يكون اكتر من الضعف في الحياة في بعض الاحيان. ليه بناخد وقت كتير كده؟ المنهج بتاعنا بيختلف في ايه؟ عشان احنا بنركز كتير جدا جدا على الجزء النظري، انك تفهم يعني ايه شبكة، ازاي الشبكة بتشتغل، ازاي الاجزاء او الاجهزة اللي احنا بندرسها في الشبكة زي الراوتر او السويتش بيشتغلوا. لما تفهم الكلام ده كويس جدا نظريا، ده بيخليك يأهلك انك تفهم الحاجة دي بتشتغل ازاي، وتوصل في النهاية لانك تقدر تعمل أهم مهارة في الحياة وأهم حاجة محتاجة أي مهندس شبكات في الدنيا، وهي الـ troubleshooting أو حل المشاكل. فده جزء مهم جدا عندنا في المنهج بتاعنا، إنك تفهم الحاجة دي بتشتغل إزاي. والنقطة التانية برضو مش هنهملها بل بالعكس هنركز عليها أكتر وأكتر برضو، وهي الـ practical application أو التطبيق العملي، سواء عن طريق الأجهزة بتاعتنا الحقيقية أو عن طريق simulation أو المحاكاة. هيبقى في جزء كبير جدا من المنهج لازم تطبق فيه اللي أنت بتتعلمه، وبالتالي الموضوع دوت يبقى مثبت أكتر في دماغك وفاهم الحاجة بتشتغل إزاي الأول نظريا، وبعدين طبقت الحاجة ديت وشفت إزاي بتشتغل عمليا. لما حضرتك بتبقى خريج كمان للبروجرام سيسكو نتورك اكاديمي، ما بيقول لك مش خلاص الموضوع ما بينتهيش، بل بالعكس دي يمكن نقطة البداية. بعد ما بتخلص البروجرام بيبقى اسمك الامناي او خريج للبروجرام سيسكو نتورك اكاديمي، بيساعدك عامل لك ويب سايت مخصوص للخريجين بتسجل عليه، وفي مصادر وحاجات كتيرة جدا بتساعدك على الحصول على وظيفة، بتساعدك للاستعداد للحصول على وظيفة من اول البحث عن الوظيفة لكتابة الريزومي او السي في لاجتياز الانترفيو. كل الحاجات ديت البروجرام بيساعدك فيها في الحقيقة، وفي ويب سايت خطير جدا سيسكو نتوركينج اكاديمي عاملاه فقط لهذا الغرض. هنتكلم بسرعة كده على بعض الحاجات اللي احنا بتدرس في الأكاديمي عندنا، وعندنا الحاجة الرئيسية هي طبعا شهادة الـ CCNA أو سيسكو Certified Network Associate. والشهادة دي في الحقيقة من اشهر واهم شهادات الاي تي في العالم، زي ما انتم شايفين في بعض يعني المقالات او العناوين هنا بتتكلم على ازاي ان هي دايما من اهم 10 شهادات موجوده في عالم الاي تي في سنه 2012 و13 وحتى الان في الحقيقه، ومن الشهادات اللي هي تعتبر مقدمه او داخله في عالم الاي تي لمعظم الناس اللي بتبتدي كارير ممكن يستمر العشرات السنين، دي بتبقى نقطه البدايه بتاعتهم. الشهاده دي معترف بيها في كل انحاء العالم، وبالتالي مهما كان مكانك وايا كان لو قدرت تحصل على الشهاده دي في النهايه بيبقى الشهاده دي تقدر تشتغل بيها في اي حته في الدنيا. الشهادة دي بقت مهمة يعني من أهم الشهادات، وبقت دلوقتي الأهمية بتاعتها بتزيد أكتر وأكتر لأن العالم بتاعنا كله بقى يتجه للاعتماد على الشبكة في كل حاجة في كل مظاهر الحياة بتاعتنا في الحقيقة.
وعندنا دلوقتي في حاجات أساسية بقت موجودة، مهارات أساسية أو احتياجات أساسية لسوق العمل، وفي حاجات جديدة لسه ابتدت تبقى موجودة دلوقتي بالنسبة لنا، وبناء على ريسيرش معمول سنة 2013 بالناس شركات الاي تي ومديرين الاي تي في الشركات، لأن المهارات الأساسية اللي هم بيحتاجوها في الوظائف بتاعتهم هي السيكيورتي أو أمن الشبكات، الفويس اللي هو التواصل عن طريق التليفون لكن عن طريق الشبكات، واخيرا الوايرلس اللي هو طبعا الشبكة بدون كابلات او الواي فاي زي ما احنا ساعات بنسميه. وفي الحاجات الجديدة بقى اللي هي بتبقى كل يوم ويوم في الحقيقة بتزيد الطلب عليها جدا، وهي الداتا سنتر او مركز البيانات، الكلاود او السحابة، وطبعا المفهوم الكلاود دوت موضوع كبير اتكلمنا عنه في فيديو سابق قبل كده، والفيديو او اللي هو طبعا بنتكلم على الفيديو كونفرنس، قصدنا ازاي نحصل عملية مثلا لقاء اونلاين، حاجة مشابهة يمكن الفيديو تشات لكن على مستوى اكبر شوية، ما بين مثلا مديرين مجموعة من الفروع لشركة محددة بيتقابلوا ويتكلموا مع بعض فيديو، ودي حاجة مهمة جدا النهاردة في عالم البيزنس. إذن دي بعض المهارات والحاجات الموجودة النهاردة في عالم الشبكات مطلوبة، وبعض الحاجات اللي مطلوبة مستقبليا. سيسكو لما صممت إعادة تصميم في الحقيقة في سنة 2013 الشبكات، نظام الشهادات عندها، إعادة تصميم نظام الشهادات، بقى الموضوع زي ما انتم شايفين مختلف شوية، بقت في شهادة أساسية تحت بنبني عليها الشهادات بتاعتنا كلها اسمها سي سنت، او اللي هي الامتحان بتاعها اللي هو الاي سي ان دي 1 اكزام، اختصار لسيسكو سيرتيفايد انتري ليفل نتورك تكنيشن، وديت الشهاده الرئيسيه او الدرجه الرئيسيه اللي انت محتاج تاخدها قبل ما تبدا تتخصص في اي تخصص من اللي احنا قلناهم، زي السكيورتي والفويس والوايرلس وتخصصات تانية كتير جدا، او انك تكمل وتاخد التخصص الرئيسي بتاع سيسكو اللي هو في الحقيقه كل التخصصات التانية بتعتمد عليه اللي هو الراوتنج اند سويتشنج، وده عن طريق انك تخش الامتحان تاني اسمه الاي سي ان دي 2 اكزام وتاخد السي سي ان اي راوتنج اند سويتشنج سيرتيفيكت. اخيرا ويعني نقطه مهمه جدا هنتكلم عنها هي موضوع الشهادات والفاوتشرز او نسبه الخصم لحضرتك، لو خريج الاكاديمي بيبقى ليك نسبه خصم 58% على الامتحان الدولي. يعني ايه الكلام دوت؟ يعني الامتحانات بتاعه السي سي ان اي لو بتكلم على اللي هم 2 اكزامز اللي هم اي سي ان دي 1 واي سي ان دي 2، لو حضرتك محتاج تخش تجتاز الامتحان دوت بتروح لمركز الامتحانات المعتمد من سيسكو اللي هو حاليا بيرسون فيو، واي مركز من المراكز المعتمده منهم دول موجودين حول العالم في كل مكان، وبتلاقي سعر الامتحان الواحد من الامتحانات بتاعه سيسكو 150 دولار. اذا التوتال بتاعي عشان احصل على شهاده السي سي ان اي راوتنج اند سويتشنج هما 150 دولار، زائد 150 دولار يبقى 300 دولار. طبعا بالنسبة لخريج الأكاديمي المبلغ دوت بيخفض ل 125 دولار، التوتال بتاعنا بيبقى 125 دولار للاتنين امتحان، يعني الامتحان الواحد بيبقى تقريبا 62 دولار ونص. الخصم ده فقط مش موجود في أي لأي حد تاني غير لخريجي برنامج أكاديمية سيسكو للشبكات. دي وسيلة من سيسكو إن هي تساعد الطالب اللي هي عارفة كويس جدا إن هو عشان يكون اتخرج من البروجرام دوت اتأهل كويس، وهيبقى إن شاء الله من أحسن مهندسين الشبكات لأنه اتأسس كويس وعارف بالظبط هو بيعمل إيه، وبالتالي عشان خاطر يقدر يحصل على الشهادة ديت بسهولة أكتر شوية عملوا البروموشن دوت أو العرض دوت اللي هو نسبة الخصم على الشهادات بتاعت سيسكو. متشكر جدا لانتباهكم واستماعكم، وإن شاء الله نلتقي في فيديو تاني نتكلم عن حاجات أكتر وأكتر. السلام عليكم.